قبل ما تكون سهله، لان فريق الدفاع الحسني الجديدي يعني عنده لعابه يعني في المستوى تدير مشاكل الفرق ديال الدار البيضاء. الحمد لله حصلنا على 3 نقاط اللي تخلينا ان نزيدوا في الترتيب السبوره الى الامام. الحمد لله 3 نقاط تخلينا اننا تكون عندنا واحد الحافز واحد القوه باش ان شاء الله نكملوا في نتائج ايجابيه باش نرضيو جميع مكونات فريق الوداد الرياضي ان شاء الله. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحه وتريد ان تروج لها؟ هل لديك مؤسسه، محل، بضاعه، خدمات، وكاله سياحيه او علامه تجاريه وتريد ان تروج لها؟ هل لديك اعلان، اشهار لسلع، الات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.